علاش ليتوديونيت الكل تحليلهم ريفيزيون كيف القهوة خاطر تبديل جو تقعد في الدار هاي أمك عيطت لك أو تغزل الفرش يجيب لك النوم هاك قمت للتواليت عشانك هاك قمت تاكل هاسل تقعد تنقزك البنقز ما تقراش كي تقعد هكا في بلاصة مزينة تجيب لك شيها للقراية جوك يبدا مريقل ترونكيل لجوج ما لحد شيء جوك بيه يبدا خير من الدار بيه ملا هوني ما قدامك بحر ما تبقاش تسرح معاه ولا حكاية ليلي حتى كيش نسرح في التغطية أو التريشة من القرن فماش حاجة معناها تلهيك على القراية في وسط القهوة ليلي جملة حتى الأغنية أنا بالنسبة ما بيت تتقلق يوم كون أغنية وناس ماشية جاية أنا ما يقلقني الجملة حتى كي نقرأ في الدار خاطرني نحط كيت ونحب الجوج ما نحب الحس بحذايا كي نبدا نقرأ ملا انت طويكة اللي باش تعطينا نصائح للعبيد اللي صادم على ريفيزيون كيف ما نشوف الطويكة باك وكل شيء انت نجحت عم ناوي في الباك اعطيهم نصائح باش ينجحوا وباش يريفزوا بالبيه اول حاجة ابعد على ستريس اي حاجة تسبب لك مشكلة تسبب لك قلق وقت تبدا تريفز ابعد عليها حتى الناس النيجاتيف اللي تبدا تهبط لك في الهم هاني مش قاعدة نقرا هاني وصلت درش نمو هاني شندوبل هيكم الكل تبعد عليهم لازمك تطفيهم جملة تمشي لعبيد البوزيتيف اللي تركز في قرايتها اللي ما على بالها بالدنيا اللي تحط حتى في اخيب الظروف تحط روحها ناجحة هيكم هما اللي تتبعهم سينو تنظم وقتك ما تستريسيش روحك تركز في الماتيريات اللي تعرفهم سوز دونات بالنسبة لك انت ما تضيع حتى ماتير زيدة حتى الماتير المأيسة منها وتعرف روحك عام كامل ماكش تجيب فيها وماش فهمتها هيك تركز فيها حتى شوي لازمك أموا تحط في مخك اللي انت ما لازمكش تطيح فيها تجيب فيها خمسة ولا ثلاثة ولا العديد يكون ديما ثمانية وتسعة خير من الستة وثلاثة ولا أربعة والنوتات هيكون بي انت سني فاكولتي شنو ما اهم الحاجات اللي لقيت فيهم مصاعب ومشاكل سورتو مع بوكو لي كونفينمون ووقت الحكايه هذيك بتاع الكورونا كل وقت القوانين كيفاش لقيت صعوبات في القرايه سني اخي بحاجه سني هي القرايه اونلاين القرايه اونلاين دمرت حياتي اخي بحاجه صارت البريود هذه تخليكش تركز ما تلقى فيها صعوبه كونيكسيون أبرني لازمك تقعد في الدار هيكم الكل حاسين يعملوا ضغوطات علينا على الاخر سينو سافا فاك بيا جو غاديك مريقل شويه ترونسبور زك كيما الناس الكل هذايا ديجا الحمد لله يا ربي جيت قريبه مش جيت بعيده والنافي كل يوم دونك الحمد لله سافا حاجه اكسبيريونس جديده واحد يعيشها ننصح اي عبد يتعدى للفاك في ثنيته حتى كني ويخدم ولا مش ناوي يكمل يتعدى لها يعيشها كتجربه في حياته بيه انت تسكن مع داركم اعطيني تتمنيش انك تخرج من بنزرت تمشي تقرا في فاكولتي اخرى وتعيش حياه الفوايي وكل غربه وكل فزت هذوكم والله قبل ما ناخذ الباك لاخر لحظه يعني كنت نقول ما نقراش في بنزرت انا نحب نبعد نحب نجرب حاجه جديده نحب نتحمل مسؤوليتي نحب الكلام هيك الكل من بعد اول ما جيت باش نعمر التوجيه حطيت بنزرت نجري خاطر مسؤولية ونعرف روحي ويلفة بالجو العائلة ويلفة بأمي متعلقة بها على الأخر نعرف روحي مانيش النجم روحي دونك طول حطيت بنزرت وفرد وقت نحب حريتي ما نعرف روحي مش قد الكلام ده